نقول لكم توا اللي هو في تونس 9 درجين وفي دبي نص الليل ودرجين. علاش قلت لكم دبي؟ على خاطر احنا توا معانا مجموعه من دبي اسمها كيرليز. عسل بون نشوفوا اذا كان حاضرين معانا. عسلامه يظل معانا غيث وماجد ويامن، ثلاثه افراد من مجموعه كيرليز. كيرليز اللي مازالوا كيخرجوا ألبوم جديد اسمه Thursday's Father، اللي تنجموا تلقاو فيه الغنية اللي سمعناها توا اللي بدينا بها الحصة، الغنية اللي اسمها كنا. ألو عسلامة، مرحبا بكم في مرحبا بكم في ديوان اف ام. اوكي دونك معنا معنا يامن. أهلا بك يامن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بيه نستناو الالتحاق سادة توا مع بعضنا معناتها متاع غيث وماجد. يامن نبداو معاك، نبداو معاك الحديث. كنت نجمو نرجعو على بداية مجموعة كيرليز، نتعرفوا عليها أكثر. وقتاش بدات المجموعة هذيا؟ كيفاش تكونت؟ كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ هلا نحن أول شيء بلشنا طلعنا حفلة لايف بدون اي اسم بال 2013. هاي وقررنا بعد سنه تقريبا بال 2014 انه نشكل فرقه. اول شيء بلش ماجد وغيس لحالهم، هاي بلشنا تسجيل اوريجينات، ما كان في لسه مشروع واضح، يعني عم نسجل على الخفيف كنا لحد ما تشكل المشروع بلشنا بالالبوم. وكان في صعوبات كثير وقدرنا نساوي اخر شيء الالبوم بعد شيء 2 سنين من الشغل. واضح. يامن حبيت نعرف حاجه، على خاطر انتم سوريين، معناتها من سوريا، معناتها هل تقابلتوا في دبي او كي بلشتوا كما قلت قبيليك معناتها بديتوا في سوريا المغامره هذيا؟ لا بلشنا احنا بسوريا اول شيء. الحفله الاولى اللي عملناها عملناها بسوريا بالمركز الثقافي مشروع دمر. واضح. اوكي. 2013 2022 9 سنوات عدى و 10 سنين معناتها مازال فيه العام. في العشر سنوات هذه معناتها المشروع من البدايه كان مشروع تاع موسيقى معناتها اللي هي روك كيما هذه كيما اللي سمعناها في الالبوم هذا ذا ثيرزدي فادر، ولا صار بشوي بشوية ايفولوشن تطور؟ لا اكيد صار ايفولوشن خلال الوقت، يعني احنا كنا تقريبا بهذاك الوقت كلياتنا نوعا ما جداد على الميوزك، يعني حتى خلال تسجيل الالبوم اكتسبنا معرفه بالميوزك بالبروديوسينج بالتسجيل بكل هالامور يعني. هاي. ومن بعد نتصور انا اللي معناتها مشيتوا لدبي بعد الاحداث الاليمه اللي صارت في سوريا بعد الحرب اللي صارت، ولا بطبيعتكم انتم مشيتوا لدبي خاطر ماشيين باش تكملوا القرايه نتاعكم ولا؟ لا هلا غيث وماجد موجودين بدبي، انا عم حاكيك من سوريا حاليا. اوكي تماما. اوكي 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 بيه واضح ياسر. منعش غيث وماجد معنا؟ لا مازالوا ما فما اشكاليه معاهم، مازلنا قاعد معنا. معنا في الصوت مش في الصوره. اوكي مالا غيث وماجد اذا كنت تحبوا السادة انتم تزيدوا تضيفوا حاجه على الكلام اللي قالوا يامن. صراحة حكى التاريخ بشكل يعني أعطى حقه صراحة. الموسيقى بلشت بشكل يعني أقرب للألترناتيف روك بالبداية، بعدين لما صرنا نكتسب خبرات بالموسيقى صرنا نحب حتى التأثير طبعا خلال تسجيل الوقت، فكان هيك تجانا لنمط، لأنه كان نمط تحسه أنه بيعطيك قصة من المغنية مو بس تراك واحد، بيعطيك ستوري من البداية والنهاية
فلقينا حالنا بنوع اكثر. اوكي، فما اشكاليه في الصوت غيث وماجد، نعرفش اذا كان بلكشي يمكن تنجموا تقربوا اكثر للتليفون ولا يمكن اشكاليه تاع كونيكشن. الالبوم هذا دونك Thursday Father تاع كيرليز فيه يظهر لي سبعة اغاني كلهم بالانجليز الا الاغنيه اللي سمعناها هذه نعطها كنا اللي كانت نعطها اللي سمعناها في اول حصه اللي هي اغنيه حلوه ياسر عجبتني برشا. علاش الكلمات بالانجليزيه في اغلبيه الاغاني؟ عشي اذا كنت سمعتوني ماجد سمعت اي تمام. هلا النمط اللي نحن نكتبه اللي بلشنا فيه هو الكتابه باللغه الانجليزيه. يعني هي كانت هي اللي تقول الشاذ الباقي. فنحن حبينا من الاول انه نعبر عن موسيقتنا وعن الشيء اللي بيصير معنا وعن احاسيسنا باللغه الانجليزيه. معظم الكلمات انا اللي كاتبها، خريج ادب انجليزي، فممكن هذا الشيء كمان عكس على اختيار اللغه الانجليزيه لكتابه الاغاني. واضح. خاطر اوكي الاغاني اللي بالانجليزيه سيدا كيف كيف، يعطيكم صحة حلوين ياسر، اما سيدا الاغنيه باللغه العربيه سيدا كيف كيف، معناتها نجم نقول اللي هي معناتها ضربت جماعة ضربتني انا. هلا فيك تقول حسب المستمع بقى. يعني كل واحد بحب نمط معين، كل واحد يعني حتى الاغاني بغض النظر عن اللغه فيك تشوف انه في اغنيه مثلا اعطي نمط البالد اكثر. فحاولنا بهذا الالبوم ننوع شوي بالانماط بما انه نحن لسه اول البوم لنا. فكان في اختلاف بين الاغاني من ناحيه السرد. حبينا نجرب كثير اشياء. هلا لقدام مثل ما قلت لك لقينا حالنا حسبه على هذا. احكيني شوية على أغنية كنا اللي سمعناها في أول حصة، نعطى على شنو تحكي؟ على الكلمات؟ الصراحة هاي الغنية بالذات ما بتحكي على أي شيء. كنا بكل بساطة كنا مالين فغنينا كنا. ضلت معنا صراحة بهي البساطة يعني. Yeah. No reason, no story behind it. ما في ولا أي سبب ولا أي قصة وراه. بكل بساطة أربع شباب مالين عم بيغنوا أي كلام بيطلع براسهم وعم بيحطوا عليها الموسيقى اللي بتختار عبالة. واو. لا إذا بتلاحظ يعني الكلمات مو هالشيء الشعري أو مو هالكلمات ذو المعنى. بس هاي الغنية طلعناها بحفلة بجامعة الفنون بسوريا. الشيء اللي جذب انتباهي إنه كل واحد سمعها حاول يحط معنى إلها للغنية من حياته من فيعني أنا برأيي المستمع كمان هو يحط المعنى للأغاني غير انه البس اللي كاتب الغنيه هو اللي بيحط المعنى. كمان المستمع يعني بيعكس تجاربه على الشيء اللي بيسمعه وبيفسر هذا الشيء حسب حياته كمان. واضح. معنا مجموعه كيرليز، مجموعه سوريه اشترهم في دبي واشترهم في سوريا. توا في الساعه هذه كامله باش نسمعوا سادة اغاني نتاعكم. توا باش نسمعوا اغنيه فير، اخذوا معنا ويغني معكم مروان اغاش. نجم تقولون على الاغنيه هذيا؟ فير هي كانت عم تحكي عن 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 شخص خايف وبده يعبر عن حاله. وصراحه مروان صديقنا من زمان كتير وما لقينا حدا بيحسن يعبر عن حدا مكبوت وعم ينفجر أكثر من مروان. والحمد لله هي يعني he was perfect for the job وهذا الشيء كان كتير منيح يعني. أوكي. مبسوطين بالنتيجة يعني.
أخذوا معنا الناس متوى كيرليز في فير. معنا غيث وماجد ويامن من مجموعة كيرليز. حكينا قبليك على الحاجة نعطها كونغراتوليشن الأولاد على خاطر الألبوم هذا نعطها الأغاني اللي سمعتهم. أنا فريمون نعطها قد بيت تاع المستوى تاع التلحين نتاعكم خاصة هذا أول ألبوم يظل نعطها في التسع سنين اللي قعدتوا من بين أول حفلة في عام 2013 حتى اليوم صار برشا نضج وبرشا عمل. شكون يحب يجاوب فيكم مثلا انت يا من اي مكان؟ عفوا سمعت تفضل يمن ولا غيث ولا شكون يحب يتكلم تفضل. ما سمعت عيد حكيت لو سمحت. تفضل. سؤال نعطى انا حبيت نقول لكم اللي العمل نتاعكم نعطى كان عمل فيه برشا نضج خاصه هذا اول البوم نتاعكم دونك نعطى من بين 2013 حتى اليوم تسع سنوات وانتم تخدموا مع بعضكم تشتغلوا مع بعضكم نعطى تلحنوا ونعطى فما العمل اللي خرج حسب نظري فريمون خدمة جيدة جدا معناتها قداش قعدتوا باش تخدموا فيهم الأغاني هذوما قداش قعدتوا باش تخرجوهم باش معناتها باش تعملوا البروديوسينغ نتاعهم باش الأفكار معناتها تتكون باش تخلطوا للموسيقى هذايا. والله ممكن تفضل يعني. صراحة نحن الألبوم تقريبا فيك تقول انعاد ثلاث مرات كبروديوسينج وبعض الأغاني انعادت كتسجيل فلهيك خدت وقت كتير طويل يعني كنا في كتير وكنا على الفترة مثل ما قلت لك تعلم الموضوع فيك تقول عرفت كتير يعني وصلنا نتيجة بالنسبة لي مقبولة جدا بعد فترة وبعض الإعادات يعني. اي بون معناتها مقبوله يذولي اكثر شويه من مقبوله لما هلا على خاطر مش مقبوله هذه معناتها حس نظري جيده. هو يعني انا يعني تماما يامن هو اللي البرفكشنست تبع الباند. بي انا حبيت نسالكم سؤال على التاثيرات نتاعكم على التاثير الانفلونس على خاطر انا كي نسمع كيرليز اش نسمع؟ نسمع اناثيما نسمع بينك فلويد نسمع شويه اوبث معناتها ما مشيتوش لك الديث ميتال تاع اوبث عمل اوبث تاع توا يعني فهمت من شنو التاثيرات نتاعكم شكون سمع شنو المجموعات اللي تسمعوا فيها برشا؟ لا مثل ما حكيت حضرتك يعني في تأثير من بينك فلويد بالدرجة الأولى سمعت غنية كواد كثير بتلاحظ في بينك فلويدش إنفلونس هي كمان مثل ما حكيت أنا ثم أوبث كامل كمان هلا شوي من جديد إذا إن شاء الله الألبوم الجاي حيكون فيه إنفلونس من البوست روك فرق مثل كون This Will Destroy You يعني لسا عم نحاول نجيب أنماط جديدة بس المين ثينج الشيء الأساسي حيكون اي معناتها باش تبعدوا شوية على الانفلونس تاع فيش سميو الموسيقى نتاع البسيكيديليك نتاع بسيكيديليك روك نتاع بينك فلويد. انا كنت نتصور تمشيو اكثر بوركوباين تريز ستيف ويلسون حكيت كيما هكا اي ستيفن ويلسون يعني من احد ال ال الارتست اللي كثير فيك نقول من بجله صراحه يعني من ناحيه التاليف وكتابه الميوزك هو ون اوف ذا توب يعني احد العظماء. شو ما تو قلت لي تو بديتوا تخرجوا في الاغاني نتاعكم سواء على اليوتيوب نعطها كليب او على سبوتيفاي ديزر انغامي نعطها الاماكن هذيا
شو ما الفيدباك اللي جاوكم من عند المستمعين تاعكم؟ فيدباك هلا مبدئيا كله كان مبسوط بالنتيجة، ونحن صراحة عزقنا لأنه مثل ما خبرك يامن، نحن كلياتنا دائما نطلع على حالنا أنه فينا نكون أحسن والشغل ممكن يكون أحسن. It could be better, it always could be better. فنحن جدا تفاجأنا وقت كل العالم عطونا تفاعل إيجابي بشكل رهيب، وهذا الشيء كثير كان عطانا بوش كلياتنا لحتى هيك to keep going forward، حتى نكمل نبلش ب new productions، حتى نرجع رد نكمل شغل ونتطور أكثر كمان. ف very nice feedback. فيه سيد فيدباك من الإذاعات سوى ديوان فام اللي احنا نعطها قاعدين عجبتنا ياسر، خاصة غنية كنا. اما في فيدباك من إذاعات اخرى في نعاشنا في دبي، في سوريا، في البلدان العربية الاخرين، نعطها على الاغاني متاعكم. فما شكون قاعد يبث في الاغاني متاعكم في الإذاعات العربية؟ سوريا عندكم سوريا في إذاعتين من أوروبا صراحة، واحدة بولندية بولش اسمها MLZW، كمان عملنا معهم انترفيو وعملوا فيتشرينج على الراديو تبعهم للألبوم. صراحة الإذاعة الثانية البريطانية راح اسمها من بالي، بس إيه لحد الآن إذاعتين لحد الآن. أو لو ثلاثة ملاتها من أوروبا. أو لو ثلاثة ملاتها بالمجتمعات العربية. القصة أنه بالمجتمعات العربية أو بالإذاعات العربية هذا النوع من الموسيقى ما كتير بيكون مرغوب، ما في إله عالم، ما في إله جمهور. فهي هي القصة، فمشان هيك الريكوجنيشن عم بيكون من طرف الآخر من العالم. أنا نقد بيت خاصة الناس مع غنية كما كنا. أنا ليان أنا عطى الغنية ذي أتيوب، ما أنا عطى متنجم تكون كان غنية اللي هي أنا عطى تنجم تتبث في الإذاعات الأخرين، أنا عطى في الإذاعات العربية على خاطر فيها كل شيء، في الكلمات، في ال في ال في اللحن، وما هيش نعطى ما فيهاش الساتوريشن تاع جيتار، نعطى حكاية، نعطى غنية عند المؤهلات كل باش تبث في إذاعة عربية. ما فهمتش هلا هي إلى وضع خاص صراحة. نحن لما بنحكي عن الإذاعات من أوروبا عم نحكي على باقي الأغاني يلي نعملوا لها فيتشرين، بس يعني كنا تعتبر إنتاج عربي. بيه احنا تو باش نسمعوا اوشن كول. شكون يحكي لنا شويه على الاغنيه دي؟ اوشن كولز هي اول تراك كتبته صراحه. هو يعني انعكاس لمعاناه الشعب السوري خاصه، واي اي بلد او اي شعب عانى من نفس المعاناة اللي نحن عانيناها بالتهجير والحرب والسفر عبر القوارب، المحيطات والبحار، والناس اللي توفت، الناس اللي صارت حياتها حياة تشرد. فهي بتعكس تجربة شخصية لنا صراحة. حتى نحكيوا بقى عليها بعد تجربة شخصية. احنا معنا غيث وماجد ويامن من مجموعة كيرليز حتىش العشاء تعليل، نسمعوا الأغنية Ocean Calls. Ocean Calls من الألبوم تاعهم لولاني أو الألبوم للمجموعة ذي اسمه Thursday's Father. غيث ماجد ويامن مع بعضنا اون ديريكت. غيث وماجد من دبي ويامن من سوريا. كيفاش عملتوا كيفاش كان طريقة العمل نتاعكم باش تنجموا تخدموا مع بعضكم، خاصة اللي زوز منكم في دبي وواحد منكم في سوريا؟ انترنت، لايف ستريمينج، ميكروس، جوجل ميتس؟ نعم صراحة الموضوع شوي عم ياخذ وقت خاصة بتسجيل الألبوم الجديد، بس يعني you gotta work with what you got.
يعني لازم نشتغل حتى لو نحن بعاد عن بعض، لازم نضلنا عم نشتغل. بالنسبة لطريقة العمل، كل غنية إلى فايل اكسل، كل واحد شو عليه، شو إله، شو لازم يسجل، شو لازم يعمل ميكسينج برودكشن، كل هاي الأشياء موجودة على فايل معين لكل غنية بطريقة تنظيمية تخلينا نعرف كل واحد شو خلص شو عليه. والموضوع يعني سلس نسبيا، احسن بيكون لو كنا مع بعض، بس ان شاء الله بالمستقبل القريب. اي ان شاء الله. شو اسمه يمن يا اخو، فيزا لدبي هذيك هي، تاشر الفيزا لدبي. ليش لا، ممكن كل شيء. يا ريت والله، يا ريت والله، يا ريت. بي طريقة العمل سادة ما بين بعضكم، ما خاطر وقت اللي واحد باش يحضر غناية ما نعطها كيفاش نعطها، فما شكون ياخذ الليد في التلحين، ومن بعد كل واحد منكم ما نعطها يضيف حاجة على الغناية متاعو على الغناية ذيك، أو على خاطر هل تخدموا كمجموعة أو كأفراد في مجموعة؟ هلا الالبوم الاول، يعني الالبوم اللي هلا نحن عم نسمعه Thursday's Father، تسجل ونحن كلياتنا بسوريا. يعني كلياتنا مع بعضنا. الالبوم الثاني هلا اللي عم يتسجل هو مثل ما انت قلت، في بروجكت حدا عم يعمل ليد بمقطع تلحين، عم يعمل فريم تبعيه اللحن، ونحن عم نضيف عليه او نطور عليه. واضح. وال يظل لي يمن أنت اللي تعزف على الجيتار، ها؟ أي أوكي، أخاطر الصوت متاع الجيتار وطريقة العزف متاع الجيتار فما تأثير تاع جيلمور نعطها قوي ياسر. والله أنا من صغر تربيت على جيلمور. نذكر اللي دافيد جيلمور هو نعطها بتبيع الجيتاريست تاع بينك فلويد اللي ميعرش. اه اوكي، دونك انت قلت لي تربيت على جيلمور. ايه من الصغر والله، ابي بس على بينك فلويد كثير. من الصغر عندي كان هذا الانفلونس. انا اشكاليه في الصوت يمن، كمان اقرب للهاتف خاطر انا ولا اقرب للهاتف خيره. هاي تسمعني؟ هاي هكا خيره. ايه تمام، أفضل لي. يعني نحن بالبيت بيسمع بينك فلويد، وكمان الشباب ما قصروا يعني كمان انهم بيسمعوا بينك فلويد خير الله. كمان في انفلونس من كيم كمان كثير، وشوية دريم ثياتر كمان من بتروي، اكيد درام بتروي بالنسبة لي والتوب يعني. جيم ثياتر، اي بالحق انتم معناتها ما مشيتوش للبروغريسيف ميتال كيما جيم ثياتر، قعدتوا شوية في الروك بروجريسيف، اما مش ميتال بروجريسيف. يعني هلا احنا بكنا انه نكبر هاي الشغله ونعمل شيء ثقيل قريب عن دريم ثياتر، عملنا اود تايم سيجنتشر، يعني هو بس مشان نتعوض عن الكلمه اللي بلا معنى، فعملنا شيء ميوزك له معنى نوعا ما يعني. واضح. ماجد، يظل لي ماجد قبليك، انت حكيت لنا على الاوشن كولز وعلى الجرح الكبير اللي عاشوا الشعب السوري. انتم كيف نعطى، انتم تو عايشين في دبي على خاطر خرجتوا من سوريا نعطى كلاجئين يعني، ولا كيفاش نعطى شي قصتكم، علاش انتم في دبي؟ هلا شخصيا نحن فيك تقول ما دقنا التهجير والتشريد يلي معظم الشعب داقوا. فيك تقول كنا شوي محظوظين بانه طلعنا بفيز عمل، بس هذا الشيء لا يعني انه عائلاتنا اصدقائنا حسوا بهذا الشيء. وبعتقد الارتست او الفنان الموسيقي ما ضروري يحس بشي شخصيا لحتى يكتب عنه، فيه يشوف معاناة البشر حواليه. بقول هذا الشيء انه تجربة شخصية، لانه نحن يعني نعتبر حالنا، واكيد نحن من
يعني فئة من الشعب السوري أيضا، ومثل ما قلت لك يعني ناس من المقربين إلنا هن اللي عانوا من هذا الشيء، فالجرح كان على شعبنا وعلى المقربين مننا فيك تقول أكثر بشوي من ما كان علينا. فبغض النظر هذا الشيء ما بيوقفنا أنه نوصل صوتهم عن طريقنا، عن طريق كتابة الميوزك والأغاني. واضح. بي تو اذا علاش سميتوا الالبوم Thursday's Father؟ اوكي هلا في جانب سياسي ما بدي احكي فيه، في جانب اخر بس ترى انا اخذ نقطه. تفضل يا عمل حط تحكي. لا عمول بس انا فيك تحكي هذا الجانب السياسي هلا ما خرج. ما في داعي لهي القصص. هلا جانب ثاني، اذا ما بعرف اذا سمعت غنيه Thursday's Father بالالبوم، هي بتحكي كتبتها انا بعد ما صديق لي حكى لي تجربته مع والده. والده كان طبعا تحفظا على الاسم اكيد اسمه صديقي، والده تركهم وهن صغار لحتى فينا نقول يلاحق أحلامه، كمان ما بدي خوض كتير بالتفاصيل، فتركه وهو عمره 6 سنين. بعدين لما صار عمره 17 سنة في جاء خبر أنه والده توفى بحادث سيارة. فالغنية عم تحكي من خلال تجربة رفيقي، وسعتها أكثر على أنه أي إنسان بيواجه خيار بهالحياة، يا أما يضل مع المسؤولية اللي اختارها اللي هي زواجه وولاده ويربيهم ويضل معهم، يا أما ممكن يضحي بهي الأشياء يلحق أحلامه ونزواته فينا نقول كمان، بس كل خيار بقى بده يضحي بجانب من شخصيته. فوالد رفيق اختار خيار معين وترك مسؤولياته وترك عائلته، فمن هذا المنظور انكتبت هاي الغنية. وصراحة يعني مو بس في يعني من هذا الشيء all over the world حول العالم، يعني هذا هاي السيتويشن أو هذا الموضوع بيتكرر مع كثير ناس. فلقيت كمان أنه هاي الغنية الوحيدة اللي بتحكي عن جانب إنساني بعيد عن الحرب، فحسيت هيك شوي مميزة، عشان هيك كمان أعطيت اسم الألبوم من اسم هاي الغنية. واضح. غيث ماجد يمن شكرا على الحديث. تو قاعدين نتحضروا في الالبوم الجديد، وقتاش معناتها يكون حاضر على حسب التقريب؟ عام 2023 24 معناتها ولا باش يقعدوا؟ خلينا ما نعطي كلمه لانه اخر مره اعطينا كلمه ما التزمنا فيها ابدا، فخلينا نشوف شو بيصير هلا. فيني اقول انه نحن شباب، كل واحد عنده مسؤوليات، كل واحد عنده شغل، انا مزوج كمان، ومثل ما قلت لك البعد اللي عم يصير شوي عم يخلينا ناخذ وقت اكثر بتاليف الميوزك، ف as soon as possible hopefully يعني باسرع وقت ممكن. اوكي مبدئيا فينا نقول انه it won't take 9 years، ما حتاكل قصه 9 سنين لاخر البوم، فانه هذا الشيء كان أكد لك. إذا كنت بشكل لكم ما تقعدوش 9 سنين. Don't take 9 years. خلاص لا. أوكي نشكركم على ديجا ديسبونيبيليتي، على خاطر نذكر اللي توا نعطى ماضي ساعتين تاع الصباح توا في دبي، الوقت متأخر جدا، ماضي ساعة تاع الصباح. شكرا شكرا شكرا. آخر أغنية باش نسمعوها هي أب في كلمتين، شو نجم نقولوا عليها؟ أب بتحكي عن وضع بنت، اللي هو بنت كتير يائسة من الحياة، بنت صغيرة وشايفة بشاعة العالم، بس بنفس الوقت الضوء الوحيد اللي بحياتها هو أبوها. فبعتقد كتير من البنات بيكون أبوهم هو السندهم،
هو الحارس على حياتهم. ببساطة الغنية من أب عم يواسي بنته بطريقة كتير لذيذة. شكرا كورليز. انتم تسمعوا في دي وين اف ام، هذه هي جوج، معنا مع بعضنا حتى نص الليل.